أولا أنا حاكموا بتهمة المس بأمن الدولة وإضعاف ولاء المواطنين للمؤسسات والتعامل مع منظمة معادية للمغرب رغم أنهم لم يقولوا اسمها، وكذلك يعني تهم أخرى، ولم تبدأ المحاكمة. يعني كنا نحضر 4-5 دقائق أمام السيد القاضي ثم يقول لنا من هنا لثلاثة أشهر أو أربعة أشهر حسب، هكذا لمدة 5 سنوات و4 أشهر، ونحن هكذا تؤجل. إذن اعتقلوني يوم 29 يوليو 2020، أي بعد 5 سنوات و4 أشهر من بداية يعني من انطلاق المحاكمة التي لم تبدأ أبدا، وبدأت المحاكمة الفعلية يوم 30 يوليو، أي في الغد، بدون أن أستدعى، بدون أن يخبر يعني دفاعي ولا شيء، وأنا بالسجن ولم أحضر من السجن ولم أخبر. وكانت هناك فقط جلستان، الجلسة الثانية النتيجة ديالها كان هو الحكم علي بسنة سجن نافذة بكل التهم التي كنت واجهة، والمجلس على القضاء قال بأن المحاكمة عادلة دون أن ينتبه إلى أنها خرقت، وقال أني أنا الذي امتنعت، وهو سلطة إدارية، هو قال أني امتنعت عن الحضور، وهذا غير صحيح لأني لم أخبر ولم أحضر وكنت أنا بالسجن، فكيف أمتنع؟ البوليس يأتي عندك ويأخذك للمحاكمة. وقالوا كذلك أن المحاكمة عادلة رغم أنها لم تستاهل. كذلك المجلس على القضاء يعني هذا يمس بالوقار الواجب لرئيسه الذي هو الملك، كيف يكذبون عليه؟ يقولون أن المحاكمة عليه، هو سلطة إدارية لا تدخل له في قضاء الحكم، هو فقط يهتم ويتابع ويقرر في مسار المهني للقضاة، ويتكلف كذلك بالانضباط وبالانتقال من مكان من محكمة إلى أخرى إلى كيف يمكن أن يتدخلوا في المحاكمة وهم سلطة إدارية وليس من مهامهم الحكم؟ الحكم يعني كقضاة حكم، يعني هذا شيء غريب جدا. كذلك قلت بأنه كان هناك قرار بأن يحكم علي بسنة سجن حتى أبقى في السجن بعد الاحتياط، فهمت؟ ولكن يعني الإدارة العامة إلى آخره أوقف هذا المسار المسيء للدولة. بلاتي رجعت لك النيابة العامة اللي شاف بأنه ما حضرونيش طلبت إخراج ملف من التأمل قبل الحكم، هي أنا كانت 20 نهار 25، هي بعمة كتابة طلبت إخراج ملف من التأمل، قالت لي أنه لم يحضر وهو بالسجن، تخيل. ومع ذلك حكم. يوجد تناقض بين قرار السلطة السياسية لإبقائه في السجن وقرار النيابة العامة لحفظ الشكليات، رغم أن كل شيء تابع للسلطة السياسية، ولكن كيبغيو على الأقل باش يدافعوا على ما وجه المغرب والسمعة ديالو، وداك الشيء كيعرفوهم أكثر من السياسيين الشكليات. هذا الشيء اللي بغي نقول. إذا أنا كندعم صديقين صحفيين ممتازين ومهنيين صامدين في سجن العار بالدار البيضاء، أحييهم وأقول لهم يعني كل يعني دعمي لهم ولعائلتهم، وأتمنى أن يخرج في القريب العاجل. هي محاكمة غير عادلة، والدليل أنه ليس هناك أي حجة أو سبب أو دعوة أو يعني قانون يفرض أو على الأقل يتيح اعتقالهم، لأن الاعتقال في القانون المغربي إما في حالة تلبس، كنذكروا كيفاش توفيق بوعشرين داروا لي التلبس ومن بعد قالوا خطأ مطبعي، لأنهم أدخل خطأ مطبعي وتلقصين هذه قالوها رسميا قالوا بأنها خطأ مطبعي. يعني هذاك سواء سليمان أو عمر لم يكن هناك تلبس، وكذلك عندهم كل سبب آخر اللي يمكن يؤدي الاعتقال الافتراضي. واش واحد ممكن يكونش عنده ركاب ناسيونال ولا ما عندوش السكن معروف ولا أجنبي ويمكن يغادر المغرب في أي وقت إلى آخره، وما عندوش مثلا باسبور باش يتسحب منه إلى آخره، هذا الشيء اللي كاين. إذا المعطى طريقة تعسفية لا قانونية، إذا هذا هو انتقام وهو إخافة آخرين.
لان الدوله كتحس بان كاين واحد غضب شعبي بعض الاوساط الشعبيه كاين غضب وبغاو يشدوا واحد الناس اللي يعني ولاو رغم انفسهم رموز ديال الحريه باش يقول لك الا خرجوا الناس بعدا ما يجبروا من يهضروا بسميتو هادشي معروف عند كلشي الانظمه السلطويه مع الاسف. في محاكمه الشيخ ابو النعيم واطلاق السلاح ديالو انا كنت في السجن ما تبعتش بصح هذا هو السبب لماذا لانه في المغرب باش تكون صحفي مهني اي يكون عندك نفس مسافه من كل الفاعلين السياسيين يعني السلطه الاحزاب اتجاه الايديولوجيه الى اخره خصك تكون مناضل لانك تضع نفسك في خطر وانا بزاف صحفيين اجانب في الدول الديمقراطيه ما كيفهموش هذا الطريق كيقول لي علاش ما تكتبوش مهني وما يمسكو حتى واحد بالعكس المغربي إلا كنتي مهني كتعود مناضل لأنه أنت خصك مثلا كانت شي حاجة مع السلطة كتنتقدها ما عجبتك شي حاجة في حزب أخر ومعارض تنتقدها يعني كتعود لأن لتكون مهنيا يجب أن تكون شجاعا وأن تضحي إما بحريتك أو بسمعتك لأن في الهجمات ديال التشهير إلى آخره فقط لأقول بأني أدعمهما وأن أنا أعتقد وأعلم ان يعني الاضراب ديالهم هو التخير اللي لا علاقه له باضرابي ولا بنتيجه اضرابي الدليل انهم هما اللي اقترحوا عليا في 20 يناير نخرج اضراب هما هاد جوج صحابيين واخرين ولكن انا ملي جاتني الاخبار كنت كنسحب غير عمر وسليمان اللي اقترحوا عليا نخرج اضراب اذا هذه لا علاقه بالعكس هما كانوا فكروا فيها ما ياخذوش اضراب لان غادي يكون هاد الانتربريتاسيون ديال السلطه وديال ادوات التشهير اللي ولات مسيطره مع الاسف في المغرب يعني 80% من الصحافه اللي عندنا بعدا مكتوبه ولات تشهيريه وجزء كبير من الصحافه الالكترونيه اذا انا اقول انهم هؤلاء يعني هذين الشابين وكذلك توفيق بوعشرين هاد الصحفيين هم في السجن نظرا لكتاباتهم ونظرا لموقفهم من السلطه ونظرا لعملهم المهني اذا انا كنتمنى يعني السلطه تفرج عليهم كاين هناك وسائل اولا اذا كان الغضب ديال السلطه راه مركب في عده اشهر وهم في السجن واش بغيتوش نقتلوهم اذا كان مسائل قضائيه زعما راه كاين تخريجات موجوده يعني زائد حنا عندنا دركا هي السلطه السياسيه هي اللي خصها تفرج عليهم لان القضاء راه لا يعني لا يعني ما عندوش قدره باش يقدر هو والدليل انه ملي كيكون مثلا سلطه سياسيه كيكون ارتباك لان ما عندناش ديكتاتوريه صلبه عندنا واحد النظام سلطوي اللي كيمس بالحريات وكيضطهد بالحريات ولكن كاين خلافات داخله كاين ارتباك في التدبير مثل هذه الملفات السياسيه المحرجه مثلا نعطي انا المثال ديالي دخلت السلطه السياسيه باش تحكم عليا بسام غيابيا وغيرت لان اعتقلت واحد المحاكمه كتسناو اكثر من 5 سنين يعني من سبتمبر 2015 اعتقلت يوم 29 دجنبير وبدات المحاكمه اللي كتسناو منذ يعني 5 سنوات و14 اشهر بدات المحاكمه في نهار 30 دجنبير تخيل اذا باش ما تدافعش على نفسك امام راي العام لان كيحضروا الصحفيين وداك الشيء كتقول شنو كاين وعاوتاني باش ما يحشمش داك القاضي يحكم عليك لان الملف فريغ ولان غتقول لي انا بريء وغتعطيه البوجاج ديال البراءه ديالك الى اخره الى اخره اذا اعتبروني 29 دجنبير وبداو المحاكمه 30 وكانت اخر جلسه هي 20 يناير صافي وحكموا عليا ابتداء جوج جلسات قرروا فيها كل شيء هذا الشيء الغريب هذا قرار السلطه السياسيه لان هي اللي عارفه الجو العام وكيفاش الاعلام كيأثر ولكن النيابه العامه وقالوا لي اني انا اللي ما بغيتش نحضر والمجلس الاعلى للقضاء قالوا انا اللي ما بغيتش نحضر يعني هاد الناس ما فهمتش انا كيفاش كيلعبوا بهم استهتار من الراي العام بين الناس بولادا صافي انا غادي جوج دقائق ونكمل يعني تخيلوا واش وقع اذا قالوا لي اني انا الذي امتنعت عن الحضور الى اخره بينما الجلسه الثانيه داروا الجلسه الثانيه في المحاكمه القديمه داروا في نفس الساعه وفي نفس النهار ديال الجلسه الاولى في المحاكمه الثانيه باش حتى الا شي محامي يسمع ولا شي حاجه ولا شي كوليك قال لك ما نقدروش نحضروا
وداروها في نفس الساعه وفي نفس ومن بعد قالوا بانه لا ماشي نفس الساعه وداك الشيء كل شيء انا عندنا وطائق وداك الشيء وما خلوناش بعدا نسنيو هذاك النهار الملف يعني المحضر ونديروا فيه الساعه باش ما تبانش بانها دارت في نفس الوقت شيء خطير جدا ولكن هي العامه طالبت اخراج ملف من التامل قالت لي نظر لانه في السجن اذا القرار السياسي كيفاش كيمشي بسرعه وعنده اهداف اخرى بينما قرار القضائي يعني شي شي القضائي لو يقولوا كيحاول يحترم مشكليات باش ما يتقاطعش على اخرين انا كنقول من جديد بان هاد صحفيين مضربين سواء كانوا مضربين ولا ماشي مضربين خصهم تطلق الصراحه ديالهم هذا انقاذ ما وجه السلطه السلطه هي اللي كتقرر كل شيء هي اللي قررت الاعتقال ديالهم وهي اللي يمكن تقرر انقاذ الحياه ديالهم باطلاق سراحهم يعني هذا الشيء اللي كاين والسلام عليكم اسمحوا لي راه ما خرجتش.